خلاص بجد انا فصلت وتعبت مش قادره اكمل مذاكره. هتقوموا تمشوا معايا يا بنات ولا تفضلوا قاعدين؟ في ايه يا سما؟ عايزه تمشي مشي انتي. انتي عارفه انا متوتره قد ايه ولسه ما خلصتش اي حاجه. ايه ده يا ندى، هو انتي بتطرديني من بيتك؟ يعني انا عشان تعبانه شويه تقولي لو عايزه تمشي مشي انتي؟ ايه ده، انتي هتزعلي بقى انتي كمان؟ يعني انتي شايفاني متوتره وبتعملي كده يا بنتي؟ انا من ساعه لما دخلت ثانويه عامه دي وانا عليا ضغط ابن لذينه، غير ماما وبابا مش محسسيني ان انا داخله امتحانات، دول محسسيني ان انا داخله حرب. واخويا في رايحه وفي الجاي، على الله تفلحي، يا فاشله يا فاشله. والجيران نازله طالعه نازله طالعه، هيا ندى عامله ايه في المذاكره، عامله ايه في الامتحانات، ضغط اعصابي مش قادره. طب بصي قومي اعزفي لنا اي حاجه كده تفرفشنا. بصي يعني انا بقول لك ايه وبقول لك ضغط اعصابي مش قادره وتقومي قايله لي اعزفي لنا حاجه تفرفشنا؟ لا ده غير كده ان ماما لو جت ولقيتنا بنعمل كده وبنعزف هتقول ان احنا كل ده قاعدين بنلعب وما بنذاكرش، وشوفي بقى يومنا يبقى عامل ازاي، وهتكلم مامتكم كلكم. طب خلاص اوكي هقوم. ماما والله العظيم يا ماما كنا بنذاكر. انتي فوقتي يا ستي؟ الحمد لله على السلامه. انتي كويس انك صحيتي دلوقتي؟ عايزه اقول لك على حاجه مهمه. انتي عارفه؟ لا اصبري دلوقتي، بنت شربات راحت تشتري حاجات بس للبيت وكده. ست ولاء وسي عبد السلام كانوا عايزين يخلصوا عليكي، والدكتور اتاكل دواء وما كانواش عايزين يجيبوا حاجه، لولا ست شربات وقفت لهم زي اللقمه في الزور وقالت لهم ابدا، واخدت الورقه اللي بيدوها للدكتور ده بيدهولها، ونزلت جابت لك العلاج ومقعداني جنبك عشان اديكي الحقنه. بصي يا ستي اوعي تقولي حاجه والنبي يا ستي، عارفه انا غلبانه ومش عايزه حد يقطع عيشي والنبي يا ستي. وطي صوتك ولا تقولي انك فوقتي اصلا، خليكي كده والنبي يا ستي. وانا ست شربات لما اقول تيجي هطمنها عليك ولا انت سليمه ما تخافيش. لا وانا وعيني عليكي ما تخافيش، حد يقدر يعمل لك حاجه؟ وست ولاء وسي عبد السلام ده بس تصبري كده لما تفوقي وتشدي حيلك في البيت تاني وتشوفي انا هعمل لك فيهم ايه. اه لا يا ستي ده انت الخير والبركه بتاعتنا. ماشي يا ستي هجيب لك ميه. حاضر من عينيا يا ستي، من عينيا من عينيا.